تفضل. قصيدة بعنوان للموت سكرات. يلا لعل الله ينفع بها سبحانه وتعالى. يلا نستمع. أقول فيها يقول بو حمدي من البارح وعيني ساهرة، الناس نامت كلها حولي وناطر في سهير، والله مخشى الفقر أو فكر بحاجة آخرة، ذكرت شيء ما فيش منه عذر والرحلة قصير، ذكرت وقت الموت لما بتصل القرغرة، الموت للسكرات والله أن للموت سكير، فجأة برد جسمي وجاء الموت نفسي محضرة، والأهل والأطفال تنظرني لهم قلبا كسير، واحد يرزم لي وحد بالماء بقضنها قطرة، ولا معيه علم من رزم ومن قطر قطير، لا شك موقف حزن ما في واحد إلا أثره، كل دموعه جارية والقلب يتوقد بكير، هل بيوفقني إلهي بالختام ذكره، وشهد بإن الله واحد والنبي العبد النذير، الأعمال بالتوفيق لا قوة ولا هي جبيرة، ولا معيه علم بغادر إلى أي المصير، فاضت لبارئها وجابوا للجسد دي طهرة، تطهير فوق اللوح أو تطهير من فوق السرير، والناس بالأخبار كل ما حد لغي حد خبره، كما النبو حمدي رجل شاعر وجمهوره كثير، ثم خرجوني الناس من بيتي طريق المقبرة، نادوا على حمدي يلحدني ورامية أسير، وهالوا علي بالطين حد بيده وحد بالخنزرة، هنا تسمحهم لهم ضجة وفي هدرة هدير، ثم أتتني اثنين لا قبري سريع مباشرة، ملائكة الأموات حد منكر وحد يدعى نكير، خايف نهار اسأل ونا وحدي بظلمه مقدرة، يا رب ثبت قلب وحمدي يقع رده يسير، من بعد دفني صارت الناس الذي هي حاضرة ما غير حمدي، جس عند القبر مش راضي يسير، يتذكر الأيام والتقصور دي بيغصرها، مسامح يا فلذك بادي ويا عين البصير، عليك تقوى الله يمكن للتقي في الآخرة، والله الله في صلاتك وشهد الفرض البكير، واحفظ كتاب الله دي رب السماء قد يسره، وحفظ أخوانك من الآيات والذكر المنير، ولا تناسوني بدعواكم لمية مصدرة، ترقب الفرصات بالجمعة وبالثلث الأخير، حمدي رجع للبيت دمعه زي ما مزن امطره، لما نظر خوته واخذ في حضنه الطفل الصغير، وخالته وامه تقبل في يمينه ويسره، كم انها الازواج سبحانه بتتاثر كثير، كم انها الازواج سبحانه بتتاثر كثير، لفوا شميزاتي وقد شلوا المعاوز العشره، والفرش قد شلوه ترقد فيه من فوق السرير، خليفه الرحمن في اطفالي واهلي والمراه، ونسال الرحمن يجمعنا بجنات خضير، وابقى وسط برزخ الى ميقات ربي يقدره، بيوم ما ينفخ تقوم الناس للعرض العسير، الشمس تخسف والقمر أما الكواكب منثرة، حتى الجبال الراسية في ساعة الساعة تسير، يا ويل آل الشرك وأصحاب النفوس الفاجرة دي كذبوا بالبعث والساعة وباليوم الأخير، لقامة الأشهاد ما كافر تفيده معذرة، ولا يخذ جزية ولا يقبل ندم ولا حصير، يا سعدكم يا للوجوه الضاحك المستبشرة، وقبح الأوجاه دي ترهق يقع فيها قتير، يا رب تجعل وجه أبو حمدي عيونه ناظرة مع عبادك دي تكرمهم بساعات النظير، وانت حسبي ان يقع وجهي مع اهل الباسره، اشرار خلق الله دي يصليهم النار السعير، اشرار خلق الله دي يصليهم النار السعير، يا سعدكم يهل الوجوه الضاحك المستبشره، وقبح الاوجاه دي ترهق يقع فيها غتير، يا وقبح الاوجاه دي ترهق يقع فيها غتير، يا سعدكم يهل الوجوه الضاحك المستبشره، وقبح الاوجاه دي ترهق يقع فيها قتير، وقبح الأوجاه والله مش ضاري، وقبح الأوجاه دي ترهق يقع فيها يسير، وشوف سيدنا علي سلم بيده وصغره في ساعة اللقية، يكاد القلب بالفرحة يطير، لكن خايف لا يجيني عكس ما أتصوره، يا كم ليالي عصيت فيها الله وعيانها بصير، كم فاتني معروف لأمر به ولنهي منكره، وكم ظلمت الناس رغم الظلم هو ظلمه قدير، وكم صلاة الفجر فاتتني وفرض تأخره، وكم عصيت الأم والمرحوم عاكستك كثير، لذنبك هالجبال يا لله لما تذكره لراهيا، بس عند الله سبحانك كبير، الواحد القهار سبحانه فلا أحد يقهره، انت القني ناداك ابو حمدي وهو العبد الفقير، لما غفرت الذنب من غيرك إلهي يغفره، من كنت ضده لا معه قوة ولا أحد له نصير، الله لا يغفر الله لو ما غفرت الذنب من غيرك إلهي يغفره، من كنت ضده لا معه قوة ولا أحد له نصير، من كنت ضده لا معه قوة ولا أحد له نصير، الله لا يغفر الذي يشرك
عليه الدائرة، ودون ذلك رحمته واسع لدي يشتي يجير. ما تقنط الله من محبته الظلم والكافرة. أحسنت ظني فيك يا واحد بنياتي خبير، لا تاب إليها العبد وتندم وبيستغفر، أخد اسمها التواب والرحمن بعباده بصير. صلوا على طه محمد، دي إلها قدره ورسله رحمة، يبشرنا وينذرنا نذير، صلوات الله عليه وعلى آله وسلم.